يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما في الحديث، وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه روحه لرد السلام، فيقول أهل البدع إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام، فكما أنه يرد السلام فكذلك إذا دعي فإنه يدعو الله للسائل، فكيف يجاب عن هذا؟ باطل، هذا كلام باطل، لأن رد روحه للسلام هذا خاص بالسلام فقط ولا يقاس عليه غيره، وأيضا هذا رد ما هو بيقضي لك حاجة، إنما يرد السلام فقط، هذا خاص لا يقاس عليه غيره، وأيضا ما فيه أنه يقضي لك أنت حاجة أو يدعو لك أو يستغفر لك، إنما يرد السلام فقط. نعم.